السلام عليكم ورحمة الله. متابعي قناة التعليم الابتدائي والأساسي، مرحبا بكم. أقدم لكم مسابقة ثقافية لكل سؤال جاوب. السؤال الأول: ما هو عدد أجزاء القرآن الكريم؟ 30 جزءا، 40 جزءا، أم 50 جزءا؟ الإجابة الصحيحة 30 جزءا. السؤال الثاني: اسم أطلقه المؤرخ اليوناني هيرودوت على مصر، هل هو عروس النيل، أم هدية النيل، أم عاصمة النيل؟ الإجابة الصحيحة هدية النيل. السؤال الثالث: إسطنبول قديما كانت تسمى بيزنطة، أم فينيس، أم رومية؟ الإجابة الصحيحة بيزنطة. السؤال الرابع: مدينة الشمس هي روما، باريس، أم بعلبك؟ الإجابة الصحيحة بعلبك. عاصمة روسيا سابقا هي بيترسبورغ، موسكو، مغاشكالا. الإجابة الصحيحة هي بيترسبورغ. أول من كتب اسمه على عملات النقد، هل هو عبد الملك بن مروان، هارون الرشيد، أم محمد الفاتح؟ الإجابة هي هارون الرشيد. السؤال السابع: صدر أول طابع بريدي في إنجلترا، البرتغال، فرنسا؟ الإجابة الصحيحة إنجلترا. السؤال الثامن: أول مدينة أنشأها المسلمون بالمغرب، هل هي المهدية، أم القيروان، أم مدينة فاس؟ الإجابة الصحيحة هي مدينة فاس. السؤال التاسع: من الذي قام ببناء الأزهر؟ الجوهر الصقلي، الغالب بالله، المعز لدين الله؟ الإجابة الصحيحة هي الجوهر الصقلي. السؤال العاشر: عدد الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية هو 30، 50، أم 70؟ الإجابة الصحيحة 50 ولاية. انتهت مسابقتنا لهذا اليوم. إذا أعجبك المقطع اشترك في قناتنا، شغل الجرس وادعمنا بإعجاب. نلتقي في فيديو قادم بحول الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إلى اللقاء.